للمزيد من التحليل ينضم إلينا من بيروت روجي زكار اقتصادي لبناني. أهلا بك معنا سيدي. يعني بداية، إلى أي مدى ستساهم هذه القيادة الجديدة في حل حالات الأزمة المالية المستمرة في لبنان؟ مرحبا، أهلا بك. هو بالضبط زي ما قلتي أنه كان لنا 30 سنة بسياسة نقدية ومالية واحدة، اللي هي كانت السياسة اللي يسمها رجال سلامة. حاليا ارتقينا ولقينا انه في سياسة جديدة عم تنرسم، بس ولكن من دون حكومة، لانه الحكومة موجودة هي حكومة تصريف اعمال، من دون رئيس جمهورية ومن دون حاكم. أي سياسة ممكن تنحط أو أي سياسة ممكن نناقشها هي سياسة حتكون مؤقتة، لأنه هي الحكومة وهي رئيس الجمهورية والحاكم اللي هن عايزين يحطوا الخطة المالية الجديدة للبنان. فأنا مش متفائل جدا بالخطة الجديدة، وممكن تكون خطة مؤقتة لتهدي الوضع او لتطمينة اللبنانيين، ولكن انا مش شايف بالمدى القريب انه حيكون في خطه نقديه او خطه اصلاحيه جديده حتطبق وحتصير مشروع للدوله اللبنانيه. يعني لماذا حالة الياس أو حالة عدم التفاؤل؟ يعني إذا ذكرنا، إذا كان هناك قيادة جديدة، هل سترمي بظلالها على بعض الأوضاع اللبنانية بشكل إيجابي حتى لو كانت نسبية كما ذكرت؟ هو مش حالة يأس أبدا، ولكن توصيف الحقيقة. هو لما أي شخص عنده مرض عايز الحكيم يوصف له المرض لا يقدر يلاقي الحل أو يعطيه الدواء. اليوم نحن الحالة الموجودة اليوم في لبنان، إنه أول حاجة إنه عدم وجود حاكم مصرف لبنان. صلاحية حاكم مصرف لبنان هي صلاحية شاملة، فبغياب حاكم مصرف لبنان حتى لو في حاكم بالإنابة، الحاكم بالإنابة لو عين حاكم جديد خلال شهر شهرين ثلاثة أشهر، كل الحاجات اللي حتى الحاكم الحالي هتتخيل. فاليوم كاقتصادي أو كأي شخص يفهم بالسياسة المالية، مستحيل أنه يكون خطة مالية لبلد تنبنى على المدى القصير. عايز خطة تنبنى على مدى كبير، على 5 سنين 6 سنين 10 سنين. فاليوم مش موجود خطة لنقدر نعمل اقتصاد خلال شورت تيرم ميد تيرم لونج تيرم، يعني خلال الفترة مش موجودة. طيب، فأنا متخيل إنه حالة حتكون حالة مؤقتة ممكن تطمن اللبنانيين، بس مش حالة دائمة. طيب، يعني كان هناك حديث حول هذا الموضوع عن قطاع التأمين، كيف يمكن لقطاعات متخصصة أن تساعد في حل الأزمة اللبنانية؟ يعني نتحدث عن قطاعات مثل يعني التأمين كما ذكرت، وإعادة التأمين على سبيل المثال. بالضبط، نحن حأتكلم عن لبنان وبالبلاد اللي نحن عايشين فيها. 80% من شعوبنا ما كان عندهم تأمين، يعني ما كان في تأمين، كانوا متعودين يكونوا مأمنين يا برعاية صحية يا بالضمان الاجتماعي يا بالصناديق التعاضدية أو الصناديق السيادية. نحن بلبنان حالتنا 80% من الشعب اللبناني كان من دون تأمين طبابي، من دون تأمين صحي. كان قبل يا يكون مؤمن والدولة اللبنانية عبر الصندوق الوطني للضمان تعطي تغطية صحية، يا خلال وزارة الصحة اللبنانية. التقينا من بعد الأزمة ولا صندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممكن يعطي تغطية طبية، ولا وزارة الصحة
ممكن تعطي التغطية للمحتاجين. فبالتالي 80% من الشعب اللبناني من دون تغطية طبية. فالقطاع الخاص وشركتنا بالذات قامت بمبادرة انه تقوم بالتغطية للقطاع للشعب اللبناني. عملنا تغطية صحية، تغطية وطنية، لنقدر نأمن كل اللبنانيين بلبنان عبر التكنولوجيا وعبر الابليكيشن ونوصله على كل لبنان. فهيدي الخطة، هيدي مثل من الأمثلة كيف القطاع الخاص ممكن يلعب دور إيجابي بغياب مؤسسات حكومية أو غياب الدولة لفترة ما. يعني إلى أي مدى سيتغير المشهد برأيك مع دخول قطاع التأمين على هذه الخطة، أو بمساهمة وقوة قطاع التأمين كما ذكرت؟ اعتقادي حيغير المشهد كليا. اعتقادي نحن حنقوم من الشعب او من المواطن يلي اتكاله على الدولة اللبنانية الى اتكاله بالذات. يعني الشعب اللبناني كان متكل لو عندي اي مشكلة صحية ممكن اروح على الضمان الاجتماعي، ممكن اروح على وزارة الصحة، ممكن اروح على جمعية خيرية. على اليوم لا، انا عايز يكون عندي تأمين صحي، لانه لو حصل لي اي حاجة انا عايز اخش على المشفى واقدر صحيح. اخذ طبابي على اخر حد. فالمشهد متغير، حيتغير كليا. فحنشوف انه القطاع الخاص هو على القليل على المدى القريب، على ال3 سنين اللي جايين، حيكون القطاع الخاص هو قايم بطبابة الشعب اللبناني. طيب، يعني أريد أن أفهم منك، كيف يمكن وبرأيك إعادة ثقة المواطن اللبناني إلى القطاع المصرفي؟ يعني عشنا أو عايشنا الشعب اللبناني وأزمته عند عدم تمكن المواطنين من سحب مدخراتهم أو ودائعهم من البنوك، وهذا كان شيء متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرفنا عليه من خلال الفيديوهات. طبعا. وحتى حتى لليوم المودع اللبناني ما عم بيقدر ياخد فلوسه من البنوك. انا برايي في كذا حاجه لازم تحصل بنفس الوقت. اول حاجه لازم يكون في قضاء على المصارف، لان احنا لازم نعمل نفوت بقضاء على المصارف ونشوف المصارف فلوس المودعين موجودين فين؟ موجودين لدى الدولة اللبنانية، موجودين بالبنوك، مش موجودين. أول حاجة تشخيص المرض. يعني نحن اللبنانيين لنا 3 سنين ما في سياسي، ما في مصرفي عارف يشخص الحالة المصرفية اللي موجودة في لبنان. فأول قبل ما نلاقي الحلول لازم أي مسؤول لبناني أو أي سياسي لبناني يقول الحقيقة للبنانيين. الستيب نمبر 2 هي إعادة هيكلية المصارف وإعادة الثقة للمودعين لدى المصارف. وبينتهم في كذا خطة موجودة، بس أهم حاجة نحن اليوم لو اللبنانيين مش عارفين إذا فلوسهم موجودين في المصارف أو لا، مستحيل يرجعوا يحطوا فلوسهم تاني. بالتأكيد القيادة الجديدة سيكون لها ردود على كل هذه الاستفسارات. شكرا جزيلا لك من بيروت روجيه زكار، اقتصادي لبنان، على كل هذه التفاصيل.